أنا على المستوى الشخصي أنا كنت مراسلة وبعدين تمت ترقيتي لنائب رئيس قسم، ده كان بسبب أن أنا شغلي كويس. مجرد ما جيت كنت وأنا في محافظتي كانت علاقتي كويسة جدا برئيس القسم، بمجرد ما جيت هنا وقعدت اشتغلت شهر في تاني شهر وبدأت أكون أنا أظهر أكتر أو أنا شغلي أفضل، بدأت أقابل المشاكل كتيرة جدا، بدأت علاقتي برئيس القسم تبوظ، بدأ ياخد خطوات اللي هو خلاص يعني أنا مش عايز البنت دي، أنا هطفشها بأي طريقة. كنا متفقين على مرتب معين، نزل لي المرتب بتاعي علشان أنا أزهق وأمشي، فتعمدت إن أنا أقعد خلاص أنت برضو أنا مكملة مهما أنت عملت أنا مكملة. كان بيعملني بطريقة سيئة جدا لدرجة إنه ممكن يهني في صالة التحرير قدام كل الناس بس أنا كنت برد عليه. عندنا مقولة، في حد صحفي عندنا بيقولها، بيقول لك تزرع راجل هيسندك، ازرع بنت هتخلعك. بمعنى ان انت يوم لما تفكر تشغل حد معاك او تدرب حد، لا هات ولد، الولد انت هتقدر تمرمطه وهتعمل فيه اللي انت عايز تعمله كله وهيفضل معاك للنهاية. اما لو انت جبت بنت دربتها قدام مراسل عندنا في جريدة كبيرة مش صغيرة ومدير مكتبها عندنا في الفيوم، فانت بالنسبة له لو انت اشتغلت مع بنت هو بيرفض العمل مع البنات تماما وعنده عدوانية غريبة تجاه البنات، لا انت هتجيب بنت هتشغلها هتتفوق عليك وهتمشيك من المكان ده. دخلنا في صراع انا وهو، كنا بنشتغل في جريدة الصباح قبل كده، ازاي بنت تيجي تشتغل معانا في المكان اللي انا بشتغل فيه وبنت صغيرة كمان ولسه بادئة، وانا الحمد لله انتصرت عليه. برضو حب ان هو من كام يوم يجيلي في مكان الشغل اللي انا بشتغل فيه، بس هو انا عملت موضوعين ثلاثة كنت خلاص قالوا له لا احنا مكتفيين بالمراسلة بتاعتنا، هي بتشتغل كويس واحنا راضيين بشغلها. بس انا علشان هو عمل معايا موقفين فانا مش هينفع اسكت له تاني او مش هديله فرصة ان هو يعمل معايا كده للمرة الثالثة. انا رحت له في مكان الشغل اللي هو بيشتغل فيه، طلبوا مني شغل لمدة اسبوع وخلاص انا اكسبت بالنسبة لهم من 3 ايام بالظبط وخلاص انا بقيت مكانه. انا مهاجر جميل زي ما استاذة نجلاء عرفتنا، انا اشتغل هنا في القاهرة كمعدة. يمكن فكرة يعني يمكن الأسماء كانت بتحكيه وواجهته أكتر ما تعرضتش ليه بشكل كبير زي كده، بس يمكن في بداية شغلي كان في دايما مقولة كده بتتقال من الكل إن هي لسه بتدرس وهتيجي تشتغل معانا لا لا يعني، وبعدين ايه فكرة برضو ان دايما كان بيتقال بتدرس وهتيجي بقى تتنطط علينا وهتعمل نفسها فاهمة ومش عارفة ايه وبتاع، فدي كانت مقولات اللي هو بتستفزني ان انا يعني لازم اثبت لهم ان انا حد بقدر اعمل حاجات كويسة جدا. ومش يعني احنا دايما عندنا فكرة ايه بتدرس او انت لسه بتدرس وبتشتغل وبتتدرب، دي فكرة يعني مغلوطة تماما، يعني ما ينفعش او لا ما حدش هيدربك او ما حدش هيقعد يديك المعلومات بالمعلقة وانت تعامل مع نفسك وانت اسمع او شوف صالة التحرير، شوف غرفة الاخبار وعيش مع نفسك، ممكن بعد كده ما تشتغلش في المكان، مجرد ان انت بس تكون خدت يعني التجربه من المحيط بتاع الشغل وخلاص شكرا على كده. فدي كانت حاجه مهمه جدا دايما بتتقال ان فكره الشغل وانت بتدرس دي فكره يعني منتشره بشكل كبير، لحد ما انتقلت شويه رحت يعني كان عندي حظي ان انا رحت الايجيبشن جازات وكنت شغاله هناك في الاول صحفيه بعمل تحقيقات، وكان يعني حظي ان انا اتحطيت مع رئيس قسم كان هو مش مصري هو كان بريطاني وكان شغال في الجورنان، فكان ده كان فرصة ليا ان انا يعني حد متفهم يعني ايه حد بيدرس وبيشتغل في نفس الوقت ويقدر ان هو يقدم شغله، ما فيش حاجة اسمها ان انت بتدرس فالدراسة تعطل الشغل او ممكن انت تكون اقل من الناس موجودة يعني. فده كان هو دايما كان بيصلح النقطة دي ودايما كان بيتصدى لاي حد يقول الكلام دوت، والحمد لله اثبت بالشغل ان انا اقدر اعمل موضوعات
مهمة جدا، ونزلت عملت موضوعات، ويعني افتكر منها موضوع احتكار الحديد والاسمنت في 2008 و2009، كنت عاملة كذا قصة عنها، ويعني كنت من اوائل الناس اللي اشتغلت على الموضوع بشكل تحقيقي كبير يعني. فهي اهم نقطة بتواجه الصحفيين وهم بيبدأوا شغلهم، فكرة ان انت الدراسة مع الشغل، لا ده انت جاي تعطلنا بقى. فهي دي اهم النقط يعني. شكرا جزيلا دكتور نجلاء، اهلا بحضراتكم، مساء الخير. بتشرف جدا ان انا بكلم قصاد حضراتكم النهارده، واتيحت لي الفرصه العظيمه دي. هو انا بما اننا بنتكلم عن 2020، واحنا لسه قدامنا 16 سنه، فاحنا محتاجين ان احنا 2020 قدامنا خمس سنين، فاحنا محتاجين نفكر لابعد من قرارات صغيره قوي، او نفترض ان احنا بآلية بسيطه جدا ممكن نحل الموضوع. هو انا تصوري للموضوع ان هو اعقد شويه من نبص تحت رجلين. يعني احنا كصحفيات بنتعرض لمشكلات داخل المجتمع او السياق المجتمعي الى حد كبير، واحنا اتكلمنا حضراتكم اتكلمتوا في مناقشات سابقه عن العنف او التمييز المضاد لينا، او في انتهاك بطريقه او باخرى، او انعدام تكافؤ الفرص للصحفيات من السياق المجتمعي، وكمان من داخل المؤسسات الاعلاميه اللي احنا بنتعرض ليها. حابه ابدا بالسياق الاجتماعي شويه اللي احنا بنتعامل فيه باعتبارنا الصحفي مكانه والاخر الشارع، يعني مش بيقعد طول الوقت على مكتب ومش بيتعامل مع الشارع، بالعكس احنا الفئه الاكثر شويه احتكاكا بالمجتمع. هنلاقي ان احنا بنتعرض للتحرش بشكل، يعني اتحدى ان صحفيه تكون نزلت تعمل اي موضوع او تنزل تعمل اي تقرير او تغطيه ميدانيه وترجع الجورنال بتاعها وترجع الويب سايت ترجع بالنيوز ستوري اللي هي المفروض تعملها من غير ما تكون اتعرضت للتحرش. اتحدى من غير ما ننزل كمان في اونلاين في انواع شتى يعني من التحرش. غير كده كمان في عنف جسدي ونفسي بيتعرضوا ساعات صحفيين من الجنسين كمان، يعني مش دايما وجود صحفيين مرحب به خلال التغطيات الميدانيه. يعني افتكر ان انا اول عنف جسدي تعرضت له من خلال تواجدي في الشارع كان في 28 يناير اللي فات، بدون اي مبرر انا كنت باخد صور للميلاد، ما كانش في فعاليات او حاجه، بس من حقي ان انا التقط صور للميلاد وفي يوم زي ده. اتعرضت لعنف جسدي رهيب جدا، ان انا الشرطه النسائيه اللي دايما بيتم التغني بيها، واحنا عندنا شرطه نسائيه بتحفظ حقوق المراه وبتحفظ حقها في السير في الشارع والامن بيحفظ من خلالها، لا الحقيقه اللي اتعدت عليا كانت شرطه نسائيه وتعمدت اهانتي بشكل ان هو مش هيتعرض له ولا، يعني بتتعمد ان هي تخلع الحجاب، ان هي تهيني بألفاظ، يعني اعذروني ان انا هقولها يعني في وجود حضراتكم، بس توصيفات اقل ما فيها ان هي عاهره لمجرد ان انا وجودي مش عاجبهم، وجودي مش مرحب بيه كصحفيه موجوده في الشارع. في كمان من العنف اللي بيمارس ضد الفتيات اللي بيقرروا ان هم يعملوا في الصحافه قرار الالتحاق اساسا بالمهنه. احنا كلنا في دوائر معارف شخصيه ومعارف قريبه مننا بنحتكم بيها شويه في سننا واحنا صغيرين، واحنا بندخل لسه كليه اعلام او احنا بنبدا سنه اولى صحافه او سنه اولى اعلام. حضرتك بقى لو هي تشتغلي صحفيه وتروحي تبقي طول النهار في الشارع وطول الليل في الشارع، لا دي مش شغل البنات. في حين ان انا كنت دفعه 2013 في كليه الاعلام جامعه القاهره، لكن كان عدد الدفعة بتاعتي ما يقرب من 750 عدد الدفعة كلها، كان في بيننا حوالي حاجة 40 ولد بس. فنشوف النسبة دي، لا احنا عندنا جرأة ان احنا ندخل في المجال ده، وان احنا نقدر نحمي نفسنا، وان احنا نقدر نشتغل بمهنية ده اللي احنا عايزينه، بس المجتمع مش مرحب بينا بطريقة او باخرى. حضراتكم طبعا مش عايزة يعني اقول أذهان حضراتكم بالمشكلات بتاعت سياق المجتمع اللي تم التطرق إليها بتوسع، ولو قعدنا نتكلم عنها هنتكلم كتير جدا. حابة برضو إن أنا يعني آخد شوية جزء بقى، هل أنا كصحفية دوري إن أنا أقف عاملة كده ومتضررة بس من السياق المجتمعي
اللي مش بس يعني بيأذيني ده بيأذي كل بنت في المجتمع، سواء هي صحفية أو غير صحفية. يمكن أنا بتعرض بشكل أقوى شوية، أو كل صحفية بتمشي في الشارع بتتعرض بشكل أقصى، لأن هي أكثر انخراطاً في السياق المجتمعي ده. لكن كنا صحفيين مش معناه ان احنا نقف مربعين ايدينا ونبقى متضررين ونقول مالناش دعوه. لا، الحقيقه احنا ساهمنا بشكل او باخر في ان المجتمع يكون شكله كده بالمحتويات اللي احنا بنمثلها. يعني هاخد شويه حضراتكم لبعض الاسئله. فاقد الشيء لا يعطي. هل احنا كصحفيين بمنتهى الصراحه كام في المية مننا، انا يعني مش مجال الصحفي ان هو يقول الارقام مرسلة او كام في المية يفترض نسب يعني، بس حابة ان انا افكر مع حضراتكم قد ايه مننا عنده وعي بحقوق المرأة في ان هي تكافؤ الفرص. يعني احنا كنا شفنا الفيديو بتاع زميلتنا عزة واللي كان بيعالج الانتخابات عندنا في اللجنة النقابية، وقد ايه ده وسط صحفي يا جماعة، ده وسط صحفي، وقد ايه هو جواه نفسه مش مرحب بوجود المرأة، مش مرحب بحقها في ان هي يكون ليها فرصة متكافئة. فيعني نحط كده علامة استفهام على وعي الوسط الصحفي. طيب وعي الوسط الصحفي ده كده منه نفسه ولا المؤسسات الإعلامية والقائمين على المؤسسات الإعلامية ليهم ايه كمان في ده؟ يعني احنا فين من التدريب، تدريب الصحفيين، تدريب الناس المفروض ان هي بتقدم رسائل اعلاميه وبتبث محتويات اعلاميه من التدريب؟ هل كام في الميه مننا كصحفيين يعني المؤسسه بتاعته تمت بان هي تؤهله مهنيا وتؤهله بالاليات المفروض ان هو يشتغل بيها ويطلع بمحتوى اعلامي محترم قيم يحترم عقل المشاهد؟ اعتقد ان هي نسبه قليله جدا في تصور او من خلال تجربتي. جزء كمان احنا يعني ما بنلتفتش شويه للرقي نوعيا بالمحتوى اللي احنا بنقدمه للناس. احنا بنقدم محتوى بنختزل فيه المراه في الفاشن، في الميك اب، في ان احنا نقدم صور الناس فنانات رومان قوي في حفلات او في اي حاجه كده الناس شكلها حلو، فهي دي بالنسبه لنا المراه ودي صوره المراه اللي بتقدم، وما هو اسوأ يعني ممكن نستطرد فيه. بس حضراتكم على وعي انا متاكده بالمحتوى المتعلق بالمراه في صاله التحرير جوه المؤسسه طبعا اقول لحضرتك. ف يعني هرجع دكتور نجا بتقول ان احنا جوه المؤسسه الاعلاميه كمان مفيش توجيه للرقي او مفيش استراتيجيه للرقي نوعيا بالمحتوى المتعلق بالمراه. يعني احنا عندنا لو رحنا للمحليات وحضراتكم اكيد يعني ادرى الساده النوارين المنصف هم ادرى بكتير قد ايه كل اقطار الجمهوريه فيها محتويات في قمه الثراء وقمه الاهميه متعلقه بالمراه اكثر جدوى واكثر اهميه من ان احنا نقعد نختزل المراه في الفاشن وفي الكلام اللي احنا مهم وموجود في الصحافه العالميه وموجود في كل حته في الدنيا بس مش هو الاساس. جوه المؤسسه كمان في حاجه دكتور نجله كانت بتلفت نظر لينا ان جوه المؤسسه بنتكلم طول الوقت عن تكافؤ الفرص وهل الصحفيات بياخدوا حقهم، هل بياخدوا على المناصب ولا لا. احنا محتاجين بس يعني نطرح سؤال، هل كنا داخل المؤسسة الصحفية في معايير واضحة لدى القيادات أو لدى القائمين على رؤوس المؤسسات الإعلامية دي بمين يؤهل أو مين بناء على إيه أو عفوا بناء على إيه هيكون الشخص ده هيتولى المنصب ده؟ في معايير محددة ولا الموضوع قائم على الصدفة زي ما دكتور إيناس كانت بتتفضل أو كده أو بداية معارف المرأة مش منخرطة فيها؟ فاحنا محتاجين نحط علامات استفهام على حاجات كتير. في برضو دور انا مش قادره اغفله او مش قادره ما اتكلمش عنه يمكن يكون هو مش متعلق بشكل مباشر قوي، لكن النقابه مثلا احنا طول الوقت المبادرات الرائعات اللي جنبي على مصر والموجودين بين حضراتكم والموجودين حتى مش بينا دلوقتي بنحتاج ان احنا نقدم محتويات نطلع بمبادرات اعلاميه تعبر عننا وتعبر فعلا عن الشارع بعيدا عن الاسامي الكبيره قوي اللي احنا بندخل جواها وبتعذبنا شويه احيانا. فالنقابه فين دورها في ده؟
النقابة بتدعم الناس؟ هل دخول الناس النقابة، دخول الصحفيات وصحفيين يعني النوعين، محتاجين ان هم يجدوا دعم من مؤسسة كبيرة زي نقابة صحفيين؟ الحقيقة في خلل في منظومتها بتخليها تدعم من يستحق الدعم ولا تدافع عن من يستحق الدفاع عنه. انا مش عايزة يعني هيكون في فرصة اكيد هنكمل. شكرا جدا شكرا يا لا، واكيد انا متأكدة ان هيكون في اسئلة لما نوصل طبعا.